بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام: السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أتممنا بفضل الله ومنه بالأمس يعني نواقض الإسلام، واليوم نراجع من الناقض السادس إلى العاشر. نعم، ما يستفاد من هذا ما ذكر المصنف رحمه الله؟ نعم، أن المستهزئ يكفر كائنا من كان، سواء استهزأ بالله أو بآياته، سواء كانت آيات شرعية أو كونية، أو ويشمل كل رسول من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، غيره. ماذا أخذنا في هذا المسألة؟ نعم، هل تقبل توبة المستهزئ أم لا؟ المسألة هذه فيها قولان. القول الأول عند الحنابل أن لا تقبل توبته، وعلينا أن نقتله، والله سبحانه وتعالى أعلم بتوبته. القول الثاني تقبل توبته بثلاث شروط. الأول، نعم، أن يثني على الله سبحانه وتعالى، والثاني أن يتبرأ مما قال، وأن نعلم صدق توبته. تمام، غيره. نعم، أي نعم، تقدم معنا أن الكفر كفران: كفر إعراض وكفر معارضة. إعراض مثل أبو طالب، لا يدخل في الدين لكن لا يسب ولا يتعرض له، وكفر معارضة أنه يعارض ويسب ويشتم ويحارب مثل أبو جهل. طيب، والمستهزئ كفر كفر معارضة. نعم. طيب، وقلنا فتوى اللجنة الدائمة عندنا أن المسألة إذا كانت واضحة بينة، سب الرب أو الدين أو النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يكفر. وإن كانت مسألة محتملة، مثلا ذكر حديث أو كذا وضحك بعض الناس ينبه، فإن تاب تركنا، وإن أصر كفرنا. طيب، غيره. الذي يسمع السب والاستهزاء، قلنا إما ينكر كما أنكر عوف رضي الله عنه، كما سيأتي معنا في الحديث سبب نزول الآية، أو ينصرف. وإن بقي ولم ينكر فحكم حكم المستهزئ، والدليل: وقد نزل عليكم في الكتاب إن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها واستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. طيب، نعم،